حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا صلي وسلم على سيدنا ومولانا محمد أنزه خلقك وأجلهم قدرا، وعلى آله وصحبه وتابعيهم والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. كان المجلس الماضي ابتداء للحديث عن خلق النزاهة، إذ أنه وخلق الصيانة الذي كان قبل الكلام عنه قبل مجلسين أو لمدة مجلسين قبل ذلك، وخلق المياسرة وهو ما يأتي إن شاء الله الحديث عنه في المجالس الماضية. هذه الثلاثة الأخلاق، الصيانة والنزاهة والمياسرة، هي أول ما يتفرع عن خلق العفة من أخلاق الأمة اليوم أحوج ما يكونون إليها. مر معنا في المجلس الماضي أن النزاهة تكون عن أمرين، عن المطامع الدنية وعن مواقف الريبة. ومر معنا الحديث عن الجزء الأول، الأمر الأول، وهو المطامع الدنية، وأن الذي يدفع الإنسان للوقوع في اللهف خلف المطامع الدنية الشره وقلة الأنفة. عندما يشتد الشره والتلهف في نفس الإنسان يوقع نفسه في ما يخرجه عن النزاهة، فيما يلطخه. وأيضا عندما تقل الأنفة عند الإنسان يحصل عنده مثل ذلك. وكنا ذكرنا في المجلس الماضي أن سنذكر في بداية المجلس كيف يعالج الإنسان نفسه من الشره ومن قلة الأنفة. يقول الإمام الماوردي رحمه الله تعالى أن العلاج من الشره وقلة الأنفة يرجع إلى اليأس والقناعة. ما معنى هذا الكلام؟ أي يأس الإنسان مما في أيدي الناس وقناعة الإنسان بما أعطاه الله عز وجل. إذا قنع الإنسان بما أعطاه الله وقنع الإنسان بأن يطلب شيئا جديدا أو آخر أو أن يستزيد، لكن بالطريقة التي يسرها الله تعالى له، التي أباحها الله تعالى له، حفظ نفسه من الشره وحفظ نفسه من قلة الأنف. أيضا إذا يأس الإنسان، أيس الإنسان نفسه مما في أيدي الناس، حفظ نفسه من الشره وحفظ نفسه أكثر من قلة الأنفة. فغالبا يكون الشره سببه الطمع وعلاجه القناعة، وغالبا تكون قلة الأنفة ناتجة عن الطمع فيما في أيدي الناس وعلاجه اليأس فيما في أيدي الناس. فعدم القناعة بعطاء الله يجعل الإنسان ينطلق شرها مع قلة أنفة فيه، وعدم يأس الإنسان مما في أيدي الناس يجعله يهين نفسه لينال ما عند الناس، ليتطلب ما عند الناس، يضع كرامته تحت قدمه، يهين نفسه العزيزة عند الله عز وجل من أجل أمر أقل وهو الدنيا. كما مر معنا أيضا قاعدة قلنا لأصحاب الدفاتر أن يكتبوها. ما هي القاعدة؟ من يذكرها؟ في مسألة الفرق بين الذلة المحمودة والذلة المذمومة، قلنا أن الذلة المحمودة هي كل ذلة تنتج عن مخالفة النفس، والذلة المذمومة هي كل ذلة تنتج عن موافقة النفس. الذلة المحمودة عندما تخالف نفسك، أخطأ في حقك إنسان، غضبت، أردت أن تنتقم، أن تبطش، أن تؤذيه، نفسك أرادت منك أن تفعل، فمخالفتك لنفسك وتحمل الذل في مقابل أن تسامح وأن تعفو هذه ذلة محمودة. والذلة المذمومة مطاوعة النفس، تأتي ناتجة عن مطاوعة النفس. نفسك قالت لك أطلب من فلان يعطيك كذا وكذا من كماليات الحياة، تذلل لفلان حتى يرقيك في الوظيفة الفلانية، مطاوعتك للنفس هنا تورث ذلا مذموما. يأتي الحديث اليوم عن الجزء الثاني مما ينبغي أن يتنزه عنه المؤمن، وهو التنزه عن مواقف الريبة. لكن حديثا نبويا شريفا استوقفني عند التحضير له صلة بمسألة اليأس والقناعة، القناعة بما أعطانا الله واليأس مما في أيدي الناس. يقول رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: إن روح القدس نفث في روعي أو روعي أن نفسا لن تموت حتى تستوفي رزقها. هذا يعطيك ماذا؟ قناعة.
إذا علمت أن نفسك لن تموت حتى يأتيك الرزق كامل الذي كتب لك، إذا تقنع بما ترزق. أن نفسا لن تموت حتى تستوفي رزقها، فاتقوا الله، راقبوا الله، أحسنوا معاملته وأجملوا في الطلب. فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، ولا يحملنكم إبطاء الرزق على أن تطلبوه بمعاصي الله تعالى، فإن الله عز وجل لا يدرك ما عنده إلا بطاعته. من تأمل هذا الحديث يئس مما في أيدي الناس، فلا يقع في قلة الأنفة، لا يهين نفسه، وقنع بما رزقه الله عز وجل، فلا يطلب رزق الله بمعصية الله سبحانه وتعالى. أما الحديث عن مواقف الريبة، ما المقصود بكلمة ريبة؟ الريبة عند العرب هي الشك والظن والتهمة. العرب إذا كان هناك شيء فيه تهمة، يشك أو يظن أنه سيقعه في تهمة، أو أن الأمر فيه خطأ أو فيه تهمة، يسمونها ريبة. يقولون فلان ارتاب من كذا، ريبة من كذا، وهذيل تنطق أريبة من كذا، من قبائل العرب. فمأخوذ الريبة من التهمة، من الظن بأن هذا الأمر فيه تهمة. هذا الأصل في كلمة الريبة. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم حذر من الوقوع في الريب. خاطب أحد الصحابة فقال له: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. عندما تجد في شيء تهمة، تظن أنه يمكن أن يوقع في تهمة، تظن أنه يمكن أن يكون خطأ، تعتقد أنه من الممكن أن يكون سوءا، فللاحتياط دعه، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، صفقة تريد أن تدخل فيها. في إحدى مفردات هذه الصفقة مسألة مشكوك في صحتها، قد تكون حراما، قد تكون ربا، قد يكون فيها شيء من الغش. ثم سألت بعض العلماء، فبعضهم قال لك أنها حرام، وبعض العلماء قال لك أنها حلال. لكن حتى بعد أن قال لك أحد العلماء أنها حلال، قلبك لم يسترح إلى حل هذا الأمر. ما دام العالم ثقة يجوز أن تأخذ بفتواه، فلا يصبح الأمر حراما عليك، ما دام العالم ثقة في علمه وفي دينه، في ورعه، في أمانته. لكن ما الأفضل؟ الأفضل ما دام قلبك لا يزال مرتابا من حل هذا الأمر أن تتركه. وهنا تأتي عبارة: استفتي قلبك وإن أفتوك، وإن أفتوك، وإن أفتوك. بعض الناس يأخذها عكس مقصودها. بعض الناس يسمع من العالم الأول والثاني والثالث إلى العاشر أنها حرام، ثم يسمع من شبه عالم طويل بعلم أو داعية لكن لم يشتغل بالعلم أنها حلال، يقول: يا أخي استفتي قلبك وإن أفتوك، هذا لو كلهم قالوا حرام ولكن فلان قال حلال، أنا قلبي مرتاح لفتوى فلان. هذا أخذ النص على عكس مقصوده. استفتي قلبك وإن أفتوك، وإن أفتوك، وإن أفتوك، أي حتى لو قالوا لك أنه حلال وبقي في قلبك ريبة من أنه حرام، الأرقى لك والأورع والأقرب إلى الله أن تبتعد عن هذه الريبة، أن تتركه، أن تترك هذا الشيء. يقول: لا يكمل ورع الإنسان حتى يترك ما لا به بأس، خشية الوقوع فيما به بأس. وسئل الإمام محمد بن علي عن المروءة، ما هي المروءة يا إمام؟ قال: أن لا تفعل شيئا في السر تستحي أن يعلن عنك أنك قد فعلته. قال: الشيء الذي تستحي أن يراك الناس وأنت تفعله لا تفعله في السر. قال: هذا يورثك المروءة. قال: وترك ما فيه ريبة هو الذي يرقي الإنسان إلى المروءة. يتحصل الإنسان على المروءة باجتنابه للريب، لمواطن الريبة، لمواطن التهم التي قد تكون. وفي الكلام عن ترك الريب ينبغي أن نراعي عدة أمور. أولها أن استيضاح أن هذا الأمر ريبة أم أنه غير ريبة ينبغي أن ينبني على علم أو عرف. في الأمور الشرعية هل يجوز أو لا يجوز ينبغي أن ينبني على علم، وفي الأمور الأخلاقية ينبغي أن يتصل بالعلم الشرعي لكن أيضا يستأنس بالعرف فيه. فبعض السلوكيات عند قوم أو عند مجتمع ليست بخاطئة، والشرع الذي هو مقدم على كل شيء لم يقول أنها حرام، شيء مباح، لكن في هذه البلد أو في هذه البيئة أو في هذه المنطقة هذا الأمر يستنكف منه، بمعنى غير مرغوب فيه، غير مألوف. هنا ينبغي للإنسان صونا لمروءته أن يجتنبه، لا يكون هذا نفاقا أن يفعله في بلد ولا يفعله في بلد آخر، مراعاة للعرف السائد.
الكلام عن العرف يأتي بعد ماذا؟ بعد الشرع، الأصل الشرع. لو أن عرفا استهجن شيئا والشرع استحسنه نلقي بالعرف وراء ظهورنا ونقدم الشرع، لكن عندما يكون الأمر مباح في الشرع لا إشكال فيه. للعرف أثر في الحفاظ على المروءة، في الابتعاد عن مواطن الريبة التي تكون. كان امرؤ القيس وهو من أكثر العرب مروءة يسأل بما نلتم من المروءة، قال لو عاب قومي شرب الماء لتركته لما شربته، أي راعيت العرف الموجود عندي. فأولا مراعاة العلم ثم العرف، العلم أولا ثم العرف. المسألة الثانية أن الابتعاد عن ما يمكن أن يكون ريبة أو مظنة لا ينبغي أن يكون في وجود احتمال الأجر عليه. ما معنى الكلام هذا؟ بعض الأمور اختلف فيها علماء الشرعي، فمن العلماء من قال أنها مستحبة تقرب إلى الله، وعلماء أثبات ممن يؤخذ بقولهم من السلف الصالح أو من المثبتين من كبار أئمة علماء المسلمين، وبعض العلماء ارتأى أنها لا تجوز، كمثل قراءة القرآن وإهداء ثوابه إلى الموت. كثير من العلماء الراسخين في العلم قالوا بجوازه، بل صح عن بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم أنه أوصى أنه إذا مات أن يقرأ عند قبره خواتيم سورة البقرة، وبعض العلماء الذين نحترمهم قالوا لا يستفيد الميت من ذلك. يأتي بعض الناس يقول يا أخي الاحتياط، بعض العلماء قالوا هذه بدعة ما يجوز، أفضل تتركها. نقول لا، هنا الاحتياط أن تفعل وليس أن تترك. لماذا؟ لأن المسألة هنا فيها احتمال حصول الأجر كبير، هذه قاعدة راسخة ينبغي أن نتنبه لها، ليس من الريبة فعل ذلك الشيء. هل يوم النصف من شعبان من الأيام الممنوعة شرعا؟ ليست من الممنوعة، بالإجماع أنها من الأيام الجائزة ليست الممنوعة. بقي الاختلاف هل هي من الفضيلة أو لا. لا يأتي إنسان بسبب قلة علمه ويستمع فتوى من هنا أو هناك أن هذه بدعة يقول الاحتياط أترك. لا ترك احتياطا، ليس من الاحتياط أن تترك الطاعات، وإنما الاحتياط في ترك الشهوات. أعيدها، ليس الاحتياط في ترك الطاعات، هذه قاعدة، وإنما الاحتياط في ترك الشهوات. عندك شهوة تحصيل المال الزائد، عندك 20 مليون تريد الزيادة عليها، وتبحث عن فتاوى ضعيفة أو فتاوى على خلاف الذي عليه أكثر العلماء، وترضى لنفسك أن تخالف غالبية العلماء لتحصيل المال، وجاءت عند صيام يوم النصف من شعبان وظهر ورعك، تركته احتياطا. الطاعات، الاحتياط لا يكون في ترك الطاعات، وإنما يكون في ترك الشهوات. فالورع هنا يبرز وهنا يظهر، لكن في الطاعات نقول أفعلها احتياطا. قال يا أخي الحديث فيها ضعيف. نعم، ما معنى كلمة حديث ضعيف؟ هل معنى أن رسول الله لم يقوله؟ أبدا، كثير من الأحاديث الضعيفة مظنة أن تكون صحيحة، أن رسول الله قد قالها. لكن لماذا سميت ضعيفة؟ لأن بعض الرواة الذين رووا هذا الحديث إما عنده ضعف في الحفظ، لين في حفظه، أو احترقت مكتبته وقد ضعفت ذاكرته، أو لم يلقى احتمال أن يكون لم يلقى الذي روى عنه، يعني هناك احتياطات. إذن هناك احتمال كبير أن يكون النبي قد قال هذا الحديث أو أوصى بمثل هذا الفعل، مثل صلاة التسبيح، حديثها حسن صلاة التسبيح، الكثير من اليوم لم يعودوا يعرفون ما هي صلاة التسبيح بسبب الورع الكذاب الذي يعيشه الناس اليوم في التحري. لماذا تترك صلاة التسبيح؟ حديثها بلغ رتبة الحسن، قال فلان من العلماء حكم على الحديث بالضعف فأنا أتركها احتياطا تورعا. نقول لا، الاحتياط ليس في ترك الطاعات، وإنما الاحتياط في ترك الشهوات. نأخذ هذه القاعدة ونقول أبدا، ما دام بعض العلماء قد حسن الحديث ولو كان الحديث حتى ضعيفا، فجمهور المحدثين يقولون أن نأخذ بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال بشرط ألا يكون حديثا موضوعا. الإمام النووي والإمام السيوطي وابن الصلاح وغيرهم، ابن حجر العسقلاني من كبار أئمة الحديث، قالوا بهذا الكلام. جمهور المحدثين قالوا بالعمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال شريطة ألا يكون موضوعا، أي شديد الضعف أو موضوعا. إذن ما نأتي نترك صلاة التسبيح احتياطا لأن بعض العلماء قالوا حديثها ضعيف بدعة، لا، نقول نعملها احتياطا. كيف نعملها احتياطا؟ لأن هنا احتمال كبير لحصول الأجر عليها، فلا أضيع احتمال حصول الأجر. إذن ليس من ترك الريبة وليس من الورع وليس من ترك التهم أن يفعل الإنسان الطاعات المختلف عليها، لكن من ترك الريبة أن يترك الإنسان الشهوات المختلف على حلها، الأشياء التي تميل النفس إليها. انظروا سبحان الله كيف هذه النفس الأمارة بالسوء تزين لصاحبها وتضحك عليه،
تجعله يترك كثيرا من أبواب الخير وتوهمه مع ذلك أنه هو على السنة أو على الطاعة. الريبة المذمومة هي التي تأتي من مطاوعة النفس، والريبة المحمودة التي لا نبالي بقول الناس أنها ريبة التي تأتي من ماذا؟ من مخالفة النفس. إنسان يريد أن يكون على سنة الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم يلتحي، نعم المظهر ليس هو الأساس، إنسان حليق اللحية ولا يكذب ولا يسرق ولا يخون الناس أفضل من ملتحي لحيته إلى صدره وهو كذاب سارق، هذا لا شك فيه، أن الصفات الباطنة أهم من الصفات الظاهرة في المتابعة، لكن أيضا السنن الظاهرة مهمة. إنسان أراد أن يلتزم، عمل له لحية، قصر ثوبه قليلا ليس بالشكل الشنيع، جعل ثوبه فوق الكعبين، لم يجعل ثوبه تحت الكعبين لأنه منهي عن ذلك. قل يا أخي، بعض العلماء قالوا يجوز تطويل الثوب تحت الكعبين إن لم يكن ذلك من باب الخيلاء، قلنا نعم علماء قالوا ذلك، لكن الاحتياط هنا ماذا؟ تقصره قليلا فوق الكعبين. لماذا؟ قال هنا ترك الريبة. أين الريبة؟ مظنة إثم. طيب أنا لو فعلت ذلك قد يضحك علي الناس في المجتمع. والأمثلة أيضا في الأمور القلبية كثيرة وفي الأخلاقية أيضا كثيرة، وضربنا بعضا منها. إذا العلم يراعى. القاعدة الثانية ما هي التي ذكرناها الآن؟ مسألة الطاعات، لا ورع في ترك الطاعات وإنما الورع في ترك الشهوات. مسألة أخرى متعلقة بالريبة، وهي أن يفرق الإنسان في الابتعاد عن مواضع الريبة بين أمرين دقيقين خفيين من أسرار النفس. فرق بين من يترك الريبة طلبا لرضوان الله، وبين من يترك الريبة فقط طلبا للمنزلة عند الناس. لاحظتم؟ إنسان اجتنب بعض الريب، لماذا اجتنبت هذا الموقف المريب؟ قال حتى يرضى الله تعالى عني تقربا إلى الله. لماذا تركت هذا الموقف المريب؟ قال وش يقول الناس عني؟ من هنا ما يعتبر تارك للريب، هذا ليس بخلق الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم. جاء أنه اعتكف في العشر الأواخر من رمضان، وأنتم تعلمون أنه كان اعتكافه في العشر الأواخر، وقد يعتكف من نصف رمضان صلوات ربي وسلامه في المسجد. فجاءت تكلمه السيدة صفية رضي الله تعالى عنها زوجته، فلما أرادت أن تعود إلى حجرتها قام معها يودعها إلى الباب الذي هو الأقرب إلى حجرتها، الباب الذي يواجه حجر الذي إلى جهة حجرة أم سلمة رضي الله تعالى عنها. فمر في الليل، وكان الليل قد دخل قرب الانتصاف، مر بعض الصحابة، اثنان من الصحابة، فلما لاحظوا أن النبي في عتمة الليل واقف يتكلم يهمس مع امرأة خففوا المشي، أسرعوا، غضوا طرفهم ومشوا. فالتفت النبي إليهم قال لهم على رسلكم إنها صفية. يعني لا تظنون أن أقف مع امرأة يعني لا يحل لي الوقوف معها في خلوة في الليل، على رسلكم إنها صفية. التفتوا قالوا يا رسول الله أوفيك نرتاب؟ ممكن نظن فيك السوء أنت رسول الله. قال إن الشيطان ليجري من ابن آدم مجرى الدم. قال أنا حرصت على أن أنزه أنفسكم عن سوء الظن. هذا الأمر يشرح القاعدة الأخيرة هذا التي كنا نذكره، أن الإنسان يطلب بذلك رضوان الله لما كان بين الناس. النبي لم يلتفت إلى مكانته عند الصحابة في هذا الموقف، لكنه التفت إلى حفظ قلوب الصحابة من أن تسوء ظنونهم. فالذي يحرص على أن يبتعد عن مواقف ريبة قد يسيء الناس الظن فيه بسببها فقط لمكانته بين الناس، هذا مسكين عايش حب المنزلة بين الناس، وحب المنزلة بين الناس هو مرض يحتاج إلى علاج، هو من أمراض النفوس ليس من السجايا الراقية. لكن الذي يتخلص عن مواقف الريبة أو يبرئ ساحته عند الناس ليحافظ على نفوس الناس من أن يعيشوا ظلمة سوء الظن حتى لا يأثم الناس، هذا إنسان صاحب رحمة في قلبه. كان بعض التابعين أعرجا من رواة الحديث الكبار، وحصلت جنازة في البلد، وجاء هو إلى البلد غريب عنه، فتأخر عن الخروج إلى الجنازة، فقال له أحد أقرانه لماذا لم تخرج؟ قال كرهت أن يقع الناس في الغيبة، أعرج وعرجته كذا وفعله كذا، ما أريد أن أوقع الناس في الغيبة. قال إن خرجت واغتابوك نلت حسناتهم، ستحصل حسناتهم إذا اغتابوك. قال هلا أسلم ويسلمون؟ هلا أسلم ويسلم ويسلمون، بمعنى أن الذي حال بينه وبين هذا الخروج ليس الخوف من أن يتكلم الناس عليه، ليست عقدة عنده من حب المنزلة لدى الناس، لكن الذي أخره عن ذلك رحمة في قلبه بالناس من أن يقعوا في فعل السيئات بعد ذلك. فهذه مسألة أيضا فيما يتعلق بالابتعاد عن مواقف الريبة. مواقف الريبة اليوم في حياتنا كثيرة، منها ما هي مواقف اجتماعية، مواقف اجتماعية
إنسان يضع نفسه في ريبة، يخرج مع امرأة غريبة في مكان غير مناسب، يتكلم بعد منتصف الليل في وقت في بلد لا تعتاد السهر مع امرأة غريبة له، لا امرأة أيضا تتكلم مع رجل غريب، هذه مواضع ريبة لا ينبغي للمؤمن أن يضع نفسه فيها، وإن كان حسن النية حسن القصد. كذلك وسائل الحديثة هذه التي في الشبكة العالمية، المحادثة التي يسمونها تشات، المرأة الفاضلة لا توقع نفسها موقع الريبة في الدخول في كلام ليس من العمل وليس من الأمر الذي تحتاجه، هي مع رجال أجانب ليست بينها وبينهم لا صلة رحم محرمية ولا بينها وبينهم عمل، وتطيل الكلام هو إياهم وربما تضحك ويضحكون، هذه من مواضع الريبة التي ينبغي للمؤمن أن يقي نفسه من الوقوع فيها. أيضا هناك ريبة متعلقة بالمال، لا يدخل الإنسان نفسه في معاملات مالية إن هو دخل فيها أوقع نفسه في احتمال الوقوع في الخطأ. أيضا موظف حكومي على سبيل المثال لا يضع نفسه في موقع الريبة ولو كان بريئا، يسمح لنفسه أن يتلقى هدايا من أناس بينه وبينهم بينه وبينهم عمل. يذكرون أن عمر بن عبد العزيز رحمه الله ورضي عنه اشتهت نفسه التفاح، وهو حاكم أكبر دولة في العالم في ذلك الوقت، فبحث في بيته فلم يجد تفاحا، ولم يكن لديه فائض من المال يأكل منه التفاح يشتري به تفاحا، فركب على خيله ومن معه ومروا بالدير، لعله دير سمعان المنطقة التي دفن فيها بعد ذلك، أو لعله دير للنصارى، ركب فمر بالدير فلقيه غلمان الدير بأطباق فيها تفاح كانوا قد جنوها، فناولوه طبقا ليأخذ منها، فأخذ تفاحة وشمها ثم نظر إليها ثم أعادها ووضعها في الصحن ولم يأخذ منها شيئا. فقال له بعضهم يا أمير المؤمنين إنها هدية، إنها هدية وقد قبل رسول الله وأبو بكر وعمر الهدية. فقال إنها لرسول الله ولأبي بكر ولعمر هدية وللعمال أي الولاة من بعدهم رشوة. إنها لرسول الله ولأبي بكر ولعمر هدية وللعمال من بعدهم رشوة. طيب نعلم أن للنبي خصائص، لكن لا يوجد خصائص لأبي بكر وعمر بحيث يقول نقول أنه حكم فقهي، لا يوجد حكم فقهي خاص بأبي بكر وعمر يستثنون به عن بقية الناس. صحيح هذا يدل على أن المسألة ليست من باب اعتبار الجزم بأنها الرشوة المحرمة التي توقع في اللعنة، لكن من باب اتقاء مواقف الريبة. عمر بن عبد العزيز شعر أنه ربما في هذه الهدية التي أهديت نوع من المؤاخذة له أمام الله عز وجل، موقف ريبة مالية. كيف ريبة مالية؟ قال هؤلاء أصحاب هذا البستان قد تكون لهم قضية غدا أو مشكلة مع أحد من الرعية غدا، فإذا جاء هذا الذي أهداني الهدية التفاح بالأمس غدا ومعه مشكلة مع أحد، أخشى أن تميل نفسي في لا شعور تجاهه. كان أحد أشياخي الحبيب حامد بن علوي الحداد رحمة الله عليه، كان من العلماء الأصوليين الفقهاء النحويين المتمكنين، كنا ندرس عنده مع أبناء خالتي، نذهب ونحن في سن صغير للدراسة عنده. كانت إحدى الخالات تجيد مزج الطيب، تحسن عمل الطيب، فأرسلت معنا قنينة من الطيب الغالي من غوالي الطيب هدية للشيخ لشعورها بالامتنان أن الرجل علم أولادها وأولاد أبناء أخواتها. فلما ذهبنا إلى شيخنا رحمه الله تعالى وعند الدرس، انتهى الدرس وعند انصرافنا من الدرس قدمنا له هذه القنينة من العطر من الطيب، فقال ما هذا؟ قلنا سيدي هذه الخالة أرسلته لكم هدية. فنظر فيه قليلا وشم رائحته وتبسم وقال إن لم يكن في ذلك كسر لخاطر خالتكم استأذنوا لي منها أن أرد إليها الطيب، شممته وأرده إليه لا أريد أن أخذه. قلنا ليش سيدي هذه هدية وهي بحسن نية وهي تريد التبرك بكم ولها نية حسنة فيكم؟ قال علمت ذلك يا ولدي ولكن أنا أدرسكم هنا وأخشى إن أنا وقفت بين يدي الله عز وجل يوم القيامة وعرض في حسناتي أني قد علمت أناسا شيئا من أمر دينهم أن تذهب حسناتي بأني قد أخذت هذه الجنينة مقابل التعليم الذي علمتكم إياه. هذه مروءة، هذا تنزه عن مواقف الريب، هذه دقة في الورع في المعاملة مع الله عز وجل. من أين جاءت هذا؟ جاءت من مكنة في مخالفة مشتهيات الأنفس. هذا معنى من معاني التنزه عن الريب، عن مواقف الريبة، مرجعه إلى ماذا؟ إلى مخالفة النفس ومشتهياته. هناك أحد القضاة كان العم عبد الله بن علوي رحمة الله عليه من أعمامه، كان قاضيا عندنا في اليمن في منطقة اسمها لحج،
يحكي لي أحد الذين كانوا معهم من القضاة، كان هو قاضي للقضاة، قال كنا إذا أردنا أن نخرج إلى منطقة خارج عاصمة المحافظة السلطنة، كانت تلك الأيام سلطنات، فخرجنا إلى منطقة شديدة الحرارة اسمها الفيوش، قال خرجنا إلى هناك للنظر في أرض، كانت القضية بين متخاصمين على أرض، فخرجنا لاحتياجنا لمعاينة الأرض، قال فقبل الخروج التفت عمك وقال انتبهوا نحن في شدة حر وسنعطش، قد يقرب لنا أحدهم شربة ماء فلا تقبلوا شربة ماء حتى نرجع، استحملوا العطش من أجل الله. قال قلنا له لماذا؟ قال قد يكون أحد الذين يقدمون لنا الماء طرف في القضية، وقد يكون الماء بارد ونحن في شدة العطش، فإذا شربنا شيئا من هذا الماء قد تميل نفوسنا ونحن لا نشعر إليه أثناء الحكم في القضية، فلا يكون حكمنا عادلا لله عز وجل. هذا معنى الراقي من التنزه عن مواقف الريبة. أين هذا اليوم الموظف الذي يقبل هذه الهدية وتلك الهدية وهذه العزومة وهذا الكذا؟ يقول لك لا هذه مجاملة وعيب، أنا لو ما قبلتها أكون ثقيل دم. يا أخي كن ثقيل دم لكن كن خفيف روح، كن ثقيل الدم واحفظ دينك ومرؤتك فيما تفعل فيما أنت عليه. وزير يتولى وزارة، وبعد تولي الوزارة كل جهة من الجهات الحكومية وغير الحكومية التي تتعامل معه، هذا يرسل له هدية بمناسبة زواج ابنته، وهذا في زواج ابنه يرسل له سيارة، وهذا يعمل له كذا. قبوله لمثل هذا الأمر يضعه في موقف من مواقف الريبة، سواء كان وزيرا أو أميرا أو مديرا أو حتى موظفا صغيرا. لا ينبغي للإنسان في ميدان عمله أن يفتح لنفسه على نفسه بابا من أبواب الريبة في المعاملات التي يتعامل بها. قالوا ما السبب الذي يجعل الإنسان يضع نفسه في مواقف الريبة؟ ما الذي يوقع الإنسان في مواقف الريبة؟ قال الإمام الماوردي هناك سببان يوقعان الإنسان في مواقف الريبة. أما السبب الأول فهو الاسترسال. قال إن الاسترسال في الشيء، ما معنى الاسترسال؟ نفسك حبت هذا الأمر فطعمته، استذوقت أن تتملك هذا الشيء، ثم بعد ذلك وجدت فرصة أخرى لكن فيها ريبة، ميل النفس إلى الحصول على الشيء جعلتك تغمض عن الريبة فتندفع في الأخذ بالشيء، فوجدت حلاوة أكثر، حلاوة وهمية من نيل ملذة النفس، سعادة وهمية وقتية كاذبة يعيشها الإنسان، ثم بعد ذلك تألف النفس الوقوع في مواقع الريبة. في أول يوم يفعل فيه الشيء الذي هو محل ريبة تجده يفعله متلفت، يخشى أن يلاحظه أحد، يقول بسرعة بسرعة سلمني الشنطة قبل ما يلاحظ أحد، طيب يمكن في الليل يمكن كذا، طيب الأحسن لا تصل بي بالتليفون يمكن يكون التليفون مراقب، حتى لو ما كان شيء حراما، ها لمجرد أن فيه ريبة أنه سيوقفه موقف الريبة. لكن المرة الثانية الثالثة الرابعة بدأ يفقد ماذا؟ بدأ يفقد الحس بأنه الموضع الذي هو فيه هو موضع ريبة، أنه موضع خطأ. أيضا في البداية كان عنده لوم لنفسه، ربما إذا عاد إلى فراشه يا نفس هذا الذي عملته خطأ ولا صواب؟ يا أخي وإن كان هو ليس بحرام لكن أما كان الأرقى بي الأنزه لي أن لا أفعل هذا الشيء، أن لا أقبل هذا الشيء. المرة الثانية الثالثة الرابعة يفقد حتى حس اللوم للنفس في داخله، يفتقد يخسر القدرة على التمييز بين ما هو ريبة وبين ما هو ليس بريبة في نفسه، فيخسر هذا فيحصل عنده شيء اسمه الاسترسال، خلاص يسترسل تعود أليفة أن يفعل هذا الفعل. فالاسترسال هو الذي يجعل الإنسان يستمر في مواقف الريبة. من ذلك أيضا الاسترسال فيما فقد من الإحساس في المجتمع. الاسترسال قد يكون وصف لفرد في مثل ما ضربنا من الأمثلة، لكن أيضا قد يكون الاسترسال وصف لمجتمع، مجتمع اعتاد الأدب والعفة بين رجاله ونسائه، لا بأس المرأة تخرج وتعمل وتؤدي دورها في المجتمع، لكن ليس على الوصف الذي يذهب عفتها عنها. تجد المرأة في أول مرة خرجت فيه محافظة على حجابها على حشمتها على أدبها، أسلوبها في الكلام مع الرجال الأجانب فيه ثقة بالنفس قوية في طرحها لعملها، مسترسلة في عملها، لكن بينها وبين الرجل الأجنبي الذي لا يحل لها الذي ليس من محارمها وليس بزوج لها تضع حاجز من الاحترام بينها وبينه، غير معقدة كما يقولون، هذا وهم، لكن هي منطلقة وتؤدي عملها بانطلاق وبإتقان. ورأيت بعض بناتنا هنا في هذا البلد من يؤدين الأعمال أفضل من بعض الرجال في أداء الأعمال، لكن مع أدائها للعمل تحافظ على حاجز من الأدب والحياء فيما بينها وبين الرجل الذي لا يحل لها الذي يتعامل معها. لكن أحيانا يحصل ماذا؟ تضعف النفوس،
تصبح المسألة كما يقولون اليوم في مجتمعاتنا عادي، ها يقولون ماذا؟ لا عادي، لو بعدين مثل أخوي، حاضر مثل أخوك في الأدب، أخوكي في الأدب والاحترام، لكن تجاوز الأمر الكلام عن العمل، أصبح ضحكة ونكتة، بعض الضحكة ونكتة إهداء رسائل، ثم بعد إهداء الرسائل عن طريق الإيميل. في البداية ربما تكون رسائل في الجوال وفي الإيميل فيها نصائح دينية وقصص عن الرسول وعن الصحابة، لكن بعد ذلك جاء مناسبة من المناسبات، رأس السنة، كل عام وانت بخير، رأس سنة مباركة، وبعدين جاء الفالنتاين. وإذا بالرسائل تأخذ قالب آخر بعد ذلك، في أول رسالة تستلمها من الرجل تشعر تهتز، هذه موضوع ريبة، الرسالة هذه فيها كلمة ما هي عادية، ليست طبيعية، ليست من شأن العمل وصلة العمل القائمة. ثم مرة مرتين ثلاثة تستحلي العبارة التي تصل إليها، والمرأة بطبيعتها عندها عاطفة، وبسبب تقصير الكثير بل الأكثر من رجالنا اليوم في إشباع عواطف أزواجهم بالثناء بالمغازلة بالكلمة الطيبة، الرجل ترى قبل الزواج يغازلها إذا قد عقد عليها، وأول شهر شهرين ثلاثة وش هالحلاوة، ما أجملك، إيه الحلاوة دي، ومش عارف، ومرة ما شو هالحلاوة، تمام. بعد سنتين ثلاثة أربعة خلاص صارت الزوجة بالنسبة له فراش وأكل وشرب ورعاية أولاد، فتصبح تبتدئ المرأة تشعر بالعطش، أنها محتاجة إلى شيء يشبع عاطفتها، ليس فقط جسدها، ليس طعام وشراب وفراش، هي محتاجة إلى كلمة تشعرها بأنثويتها، بسبب تقصير رجالنا اليوم في إعطاء زوجاتهم حقهن من ذلك تصبح المرأة عندها تعطش. فإذا وجدت من زميل العمل هذا أو ذاك كلمة فيها ثناء، ما شاء الله وش الشيلة اللي عليش، هذه أول مرة أشوفها، الغطاء الذي عليك جميل، الكذا، تقع من نفسها موقع، في البداية تنقبض من هذا الموقع، والشرف يتحرك في داخلها، والغيرة على النفس تتحرك في داخلها، ما لهذا تجاوز حده. مرة ثانية ثالثة، يا أخي ما يصير، تكلم معي في موضوع العمل، يا أخي تحرجني، عجيب تحرجني، أول كانت رافضة ها، ثم بعد ذلك ترددت، ثم صارت تقول تحرجني، كلمة تحرجني هذه معناها زدني مما تعطيني، ثم بعد ذلك تضحك، ثم تقبل، ثم هي تنتظر منه، ثم هي تتوقع منه أن يرسل، وإذا تأخر أربعة خمسة ستة أيام ترسل إليه، مالك نسيتنا، خلاص من أكل عقلك، عجيب، أنت يا محترمة يا حرة يا شريفة يا بنت الناس المحترمين ترسلين مثل هذه الرسالة، من أين جاء هذا الأمر؟ من ماذا؟ من الاسترسال، أحسنت. فإذا عود الإنسان نفسه الاسترسال فيما تطلب فيما تميل إليه، صعب عليه أن يمنعها من مواقف الريبة بعد ذلك، وصعب عليه أن يوقفها من مواقف الريبة بعد ذلك. اللهم أحيي في هذه الأمة ما مات، ورد عليها ما فات، وادفع عنها السوء والآفات. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكيها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم لا تحرمنا خير ما عندك لشر ما عندنا. اللهم إن نفوسنا بين يديك، وقلوبنا بين أصبعين من أصابعك، وأرواحنا في قبضتك، نسألك اللهم أن تنظر إلينا نظرة تزكي بها أنفسنا وتنزهها عن كل ما لا يليق. اللهم نزه أنفسنا عن المطامع الدنية، ونزه أنفسنا يا مولانا عن مواقف الريبة. اللهم اقطع شأفة الطمع باليأس مما سواك، واملأ قلوبنا بأنوار الرضا والقناعة بما جاء منك يا أرحم الراحمين، ورد الأمة إليك مردا جميلا يا أكرم الأكرمين، واجعل آخر كلامنا في الدنيا لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، بحقائقها متحققين حسا ومعنى، ظاهرا وباطنا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم وسلم على أنزه الخلق وأتقاهم وأورعهم سيدنا محمد، وعلى آل بيته الطاهرين، وعلى أصحابه المنتجبين، وعلى تابعيهم والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. الفاتحة.